نظمت تنسيقية الثورة السورية في باريس بالاشتراك مع حركة ضمير وبحضور عدد من السياسيين والناشطين ندوة تتحدث عن كيفية العمل من أجل تحقيق الانتقال إلى الدولة الوطنية. بدأها الحضور بوقفة دقيقة صمت على روح شهداء الثورة السورية. ندوتنا هذه هدفها تشخيص الجانب الذاتي الذي يمكن أن نقومه نصوبه من أجل تحقيق بحسب قوانا رغم الظروف الصعبة ما يمكن أن نفعله للانتقال تحقيق خطوات التقدم نحو أهداف الثورة المنتصرة لابد بعون الله وبجهود الشباب. مصر حركة سوريا والسيسي الصهيوني دمر قسم ظهر الثورة السورية. خلال الندوة طرحت عدة تساؤلات من أجل تحقيق الانتقال إلى الدولة الوطنية القائمة على مبادئ العدل والمواطنة وسيادة القانون والاستفادة من تجارب الماضي والأخطاء التي وقعت بها الثورة وكيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتأكيد على استمرارية الثورة حتى تحقيق أهدافها. لابد أولا من وحدة من استخلاص الدروع الاعتماد على الذات عدم الاعتماد على أي طرف خارجي لأن كل الأطراف الخارجية تبحث عن مصالحها نراها تماما يعني الأطراف العربية والإقليمية والدولية مع الأسف إذا أتى خير من دون تكون زيادة الخير خير ولكن الاعتماد على الذات. ثانيا توحيد القوى السياسية كل قوى التغيير يجب أن تجتمع وتتوحد على برنامج وطني ديمقراطي بسيط وعميق في نفس الوقت. العمل يبدأ بوعي وإدراك الثغرات والأخطاء يبدأ بعملية التنظيم بعملية التأطير على المستويات المختلفة سواء كتوحيد المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني أو على مستوى القوى والأحزاب السياسية وكل فرد يشعر بمسؤوليته تجاه هالمسألة. إذن هي دعوة للحوار مع القوى السياسية للبحث عن طريق للخلاص ومحاولة إيجاد حلول تخفف من معاناة الشعب السوري. علاء الدين صلاح لتلفزيون سوريا باريس.